اهم خبر هنتكلم فيه واهم ملف الدوله المصريه شغاله عليه، واحنا بنتكلم على جمهوريه جديده واحترام القانون، وما ينفعش ان كل مواطن يعمل اي حاجه على مزاجه بدون احترام، يعني زي بقول كده، القانون واحترام حق الدوله واحترام حق الاجيال اللي جايه كمان. ليه بقول المدخل ده لحضراتكم؟ لان ملف التعدي سواء بقى على الاراضي الزراعيه على المجاري المائيه موضوع كبير وصعب الحقيقه، والتهاون فيه ما ينفعش ابدا. لما شفنا الرئيس وهو بيتكلم في اكتر من مناسبه الحقيقه انه لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الموضوع ده يفضل مستمر للابد، لان لما نتكلم في الشق المتعلق بالاراضي الزراعيه مثلا على سبيل المثال، احنا بقينا بنشوف دلوقتي طبعا في تاكل للرقعه الزراعيه، الدوله بقت شغاله انها يعني تستصلح اراضي جديده، تعمل صوب زراعيه، يعني اشياء بتكلف الدولة كتير، ده غير طبعا خصوبة الأرض، فإحنا عندنا ربنا حبانا بأرض خصبة، ويعني المحصول بتاعها بيكون من أفضل ما يكون، وإحنا بنهدره علشان تقدر تبني بيت أو حاجة وتبص بس لمصلحتك الشخصية بدون النظر للمصلحة الأكبر والأوسع وهي مصلحة الدولة بشكل عام. الرئيس كان من فترة اتكلم طبعا على المسألة دي، لكن بشكل قاطع وصارم لما إدى مهلة 6 شهور للحكومة إنها تقوم بإزالة كل التعديلات على الأراضي وعلى المجاري المائية. لكن على الرغم إن احنا المفترض إن احنا عندنا رقم أو يعني قاعدة بيانات نقدر نستند عليها ونقول احنا بنتعامل مع هذه التعديات وبنشتغل علشان نزلها، لكن برضو ما زالت التعديات مستمرة، فعلشان كده لازم يكون في وقفة قوية. ده كان العنوان الرئيسي للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء النهاردة، وكلام رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اللي ناقش هذا الملف وأعلن عن حزمة من القرارات الرادعة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، منها أن طبعا رئيس الوزراء قال أن أي تعدي جديد على الأراضي الزراعية هيتم التعامل معاه بكل حسم، وأن الأجهزة المعنية بالدولة هتقوم بإزالة أي تعديات بكل صورها وبكل أشكالها، وهيتم اتخاذ إجراءات رادعة في الموضوع ده. على سبيل المثال المقترحات اللي بيتكلموا عنها أو القرارات أنه هيتم إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، الدعم ده سواء كان بقى دعم في التموين، العيش، الأسمدة وغيرها من صور الدعم. برضو رئيس الوزراء أكد على أن من واجب الحكومة أنها تحمي مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو أي تعديات، لأن احنا بنشتغل على حماية حقوق الأجيال القادمة وبنحافظ على مستقبلها. كان في كمان تصور أو طلب من وزير العدل أنه يعمل تعديل تشريع أو تشريع يعني يختص بهذه المسألة علشان يكون في العقوبات والإجراءات الرادعة اللي بنتكلم عنها.